النفقة أنا برضو عايز أبين مسألة مهمة قوي، وهي الزوجة ما تفهمش ولا تقول على حاجات إن هي من حقها وتتشبث بها وهي مش من حقها. يعني مثلا لازم يخرجني، مش لازم يخرجك، تمام؟ لازم يفسحني، لا مش لازم يفسحك. بصراحة انت ملزمة، هو ملزم بيه ان يطعمك، ان يكسوك، ان يلبسك، ان يداويك، الحاجات الأساسية، طعام تاكلي وتشربي، تلبسي، مسكن كان كويس يناسب ويناسبك ويليق بيكي ويليق بيه، تعبتي يكشف عليكي، أدوات تجميل وحاجات في المعقول. لكن هو مش مطالب ومش ملزم شرعا أنه يوديك المصيف، مش ملزم شرعا أنه يخرجك كل أسبوع، مش ملزم شرعا أنه يديك مصروف، مش ملزم شرعا أنه يديك فوق الـ 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 الأساسي الأساسي. في حاجات أساسي وفي حاجات ثانوية، الفسح والخروجات دي كلها حاجات حاجات تحسينية. آه طبعا، يعني أنت إذا قدرت تعملها أنت كزوج أعملها، حاجة حلوة هتخلي الحياة جميلة والنفسية جميلة والتعامل ما بينك وبين زوجتك هيبقى ممتاز وتغيير جو، ويعني روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة. لكن من ناحية الوجوب الشرعي ما أقدرش أوجبها شرعا، ما أقدرش، لأن إحنا لو أوجبناها شرعا ما هي هتختلف بقى. طب أخرج مرة ولا اتنين، وأخرج ساعة ولا ساعتين، وأخرج قريب ولا بعيد، وأصرف قد إيه، طيب مش عارف لازم أغير بقى كل مرة أروح مكان غير التاني، أصلا أنا بحب أكتشف، أصلا بحب أكل في المكان الفلاني. لا، أنت مطالبة أو حقوقك أنك تاكلي وتشبعي وتشربي وتشبعي، تقعدي في مكان كويس آمن يليق بيكو، وتلبسي لبس يليق بيكو ومحترم، تمام؟ ويبان عليك انه مهتم بيك بلبسك. عايزه مثلا في فصل الصيف، اصل انا ما عنديش حاجه صيف، يجيب لك. داخل الشتاء يجيب لك. خلاص. طيب، الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما تكلفيش زوجك، ما ترهقيش زوجك، ما تجيش على زوجك. اوعك تبص لاختك اللي متجوزه واحد حالته مرتاحه، او تبص لصاحبتك اللي بتصرف وتعمل وباين عليها لا، ده نقص. اياك كزوجه انك تبص لغيرك، احمد النعمه واشكر النعمه اللي انت فيها، قول الحمد لله انا احسن من غيري. وفي الحاجات دي ما نبصش للي اعلى، نبص للي اقل عشان نحس بالنعمه. تمام كده؟ طيب، واجب على الزوج، واجب على الزوج ان ينفق على زوجته. قال او سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجتي احدنا علي، قال ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، اياك تقول لها كلام وحش، ولا تهجر الا في البيت. خلاص، يبقى حق زوجتك عليك اكلها تاكل، لبسها تلبس، وما تضربش ولا تقول كلام قبيح، وما تهجرهاش. خلاص كده، ده حقها. طب لو انا قصرت في ده انت آثم. اذا قصر الزوج في النفقة فهو آثم شرعاً،